السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مساكم الله بالخير جميعا. أذكركم وأذكر نفسي في وقف الصدقة الجارية في البلد الحرام. طبعا الوقف هذا هو يعني أنا أعتبره هدية وجائزة جدا قيمة للي يتفكر فيه. أولا الوقف هذا طول الله أعماركم، ما يميز الوقف هذا أنه أجر مستمر حتى بعد مماتك، وكذلك الأمر أن الوقف هذا في البلد الحرام، أي بمعنى أن الأجر مضاعف. يا جماعة الخير، 150 ريال ترى ممكن يعني ما هي شيء. 150 ريال أنت تساهم بال 150 ريال هذا الأكثر من 5300 شخص، فتخيل الموضوع. 150 ريال لو أنت تبي تتبرع فيها قد مثلا يعني للمساكين والفقراء اللي حولك، ممكن ما تسوي شيء ال 150 ريال، لكن أنت لما تتفكر بالموضوع وتفكر بالوقف هذا، الوقف هذا لما نتساهم بال 150 ريال، ال 150 ريال هذه البسيطة أنت تساهم في أكثر يعني الأكثر من 5300 مستفيد، ففكر بالموضوع. كذلك الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافر اليتيم كهاتين. فالله الله يا جماعة الخير بالوقف، الله الله بالصدقة. وقفتكم وقفتكم يا جماعة الخير بهالوقف هذا، ناس فقراء محتاجين، أرامل محتاجين وقفتنا، والله العظيم إنهم محتاجين وقفتنا جدا جدا جدا، وأمس الحاجة لوقفتنا لهم. الوقف هذا طبعا ما راح يباشرون اللي ماسكينه بالتوزيع، يعني بالوقف المباشرة بالتوزيع، يعني الوقف والتوزيع يعني للفقراء والمحتاجين إلا لما يكتمل. فأنت تخيل أنه في أكثر من 5300 شخص ينتظرون أننا نخلص الوقف هذا. فوقفتكم تكفون 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 وقفتكم. شغلة لازم أذكرها الآن، لما تسوي معروف بينك وبين شخص معروف، ربما يعني مستحيل استحالة أنه ينسى هالمعروف هذا، فما بالك أن المعروف هذا يكون مع رب العالمين؟ وش تتوقع بيكون رد ربي عليك؟ بيكون جدا عظيم. فهمتكم تكفون 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 همتكم الوقف هذا. اليوم الوقف كم وصل يا عيال؟ 60% يعني باقي كم؟ باقي 40%. فوقفتكم همتكم الله يعطيكم العافية. ناس متعففة، ناس ينامون الليل جوعان، ينامون هم جوعان، فتكفون وقفتكم وقفتكم وقفتكم. ما يقدرون يطلبون، ناس ما يقدرون يطلبون، ناس متعففة، أرامل، محتاجين، مساكين. وقفتكم ويد الله يجيكم جميعا. لكن حبيت أذكر بآيتين ذكرت في كتاب الله العظيم. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. وقال: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل بكل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء.